أطفالنا والسلوك. كيف أستطيع أن أقيم وأقوم سلوك أبنائنا؟ الكثير من الآباء والأمهات يعانون الأمرين في تعديل سلوك أطفالهم. الكثير من التساؤلات حول ما هي السلوكيات الإيجابية التي يجب أن أبذلها مع أبنائي لتعديل سلوكهم، وهل هناك سلوكيات سلبية قد تؤثر في حياتهم بشكل استراتيجي؟ الكثير من الاستفسارات حول تعديل سلوك الأطفال مع الدكتور عمر المديفر في سلسلة تربية الأبناء في حلقتكم القادمة من منتدى الاستشارات. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الحسيني والنجوى. وقف الدعوة صدقة جارية في الحياة وبعد الممات، لكم ولوالديكم ولمن تحبون. يمكنكم التبرع لصالح الوقف على حساب مصرف الراجحي 22 160 80 1033 44، والبنك الأهلي 44 1 66 6 0 40 5.